خلينا نعرف المزيد من التفاصيل عن طرق الوقاية من هذا المرض، مرض الربو، من خلال الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة. صباح الخير على حضرتك دكتور مجدي. يا صباح الخيرات، أهلا بيكم. صباح النور دكتور مجدي. المرض الربو معروف أنه هو من الأمراض المزمنة حال الإصابة به لا قدر الله، هل في طرق للوقاية من الإصابة؟ ودايما بنقول الوقاية خير من العلاج. احنا ممكن ننزع فتيل الربو، ان احنا نعرف الناس مسببات الحساسيه الصدريه، ان احنا نقول له ما تخليش عندك القطه اللي بتجمع المواد المسببه للحساسيه على شعرها، ما تخليش عندك القطه ولا الكلب اللي بتخلي عندهم الوبر اللي بيخلي حشره الفراش تاكله. حشره الفراش المسبب الاول للحساسيه، 80% من الحساسيه تبقى بسبب حشره الفراش اللي موجوده، وموجود منها في مصر 16 نوع حشره الفراش موجوده في التراب. ممكن يبقى الغبار او التراب الجرام الواحد فيه 19000 حشره، ممكن تعمل حساسيه صدر وانف وعين وجلد. ان احنا لازم نقول له عالج حساسيه الانف بدري لانها ممكن تقلب بصدر، عالج حساسيه الجلد الاكزيما بدري لانها بعد كده ممكن تتطور لحساسيه انف او صدر. ان احنا نمنع البخور والشموع والالعاب الناريه والمكياج عند الناس اللي عندها حساسيات، والصابون المعطر والروائح وكل حاجه بتطلع اتربه او ادخنه او يحرق فحم او يحرق قمامه وهكذا. ان احنا نقول له خلي بالك من الرياضه الثقيله، والرياضه يلعب رياضه زي الكره مثلا القدم تبقى صعبه عليه، ممكن يعمل السباحه كويسه بالنسبه له، ان الهواء البارد او الرطب او الجاف ممكن يضايق الشعب الهوائيه. ان احنا نقول له ابعد عن الاغذيه الغربيه السريعه النمط لانها هتزود له كميه المواد المسببه الحساسيه في جسمه. ان احنا نقول له لو انت هو بيشتغل اي مهنه مثلا نجار، طلاء، كوافير، ممكن يتعرض المهنيين ل 300 ماده تعمل حساسيه الربو. يبقى زي ما مثلا المطاط او الكاوتش، تجنب زياده الوزن، في علاقه مهمه جدا دلوقتي بين السمنه والحساسيه الصدريه، بتزودها 5 مرات، يبقى السمنه تزود الربو خطر الاصابه 5 مرات، والربو نفسه يزيد من خطر الاصابه بالسمنه. الدهون الموجوده على الرقبه او الصدر او البطن بتخلي في صعوبه في التنفس، السمنه بتخلي كمان في مشاكل في الاستجابه للعلاج، وبتعمل حاجه اسمها انقطاع النفس اثناء النوم، وده بيزود ضيق النفس وقله الاكسجين، وبيزود السمنه تزود ارتفاع الحمض المعدي، وده برضه بيبرمج خلايا الجهاز المناعي نحو الحساسيه الصدريه. لازم كل مريض يبقى عنده كشكول ويكتب فيه، يدون فيه الاعراض امتى جات له وبتجيله ازاي وبتستجيب ايه وما بتستجيبش، يكون فيه صراحه مع الدكتور عشان يوصل لخطه السيطره، ونفصل خطه ان احنا نعمل برنامج نسيطر بيه على الاعراض والازمات. الكمامه مهمه جدا في الاماكن المغلقه لان نزلات البرد والانفلونزا هتزود حده الربو والازمات. التطعيم ضد كورونا والانفلونزا، لان فعلا مضاعفات الانفلونزا بتزداد في مرضى الربو، اللي احنا لازم ننام. قله النوم مهمه جدا، قله النوم والنوم المتاخر وقله جوده النوم ممكن تعمل لي اختلال الساعه البيولوجيه وزياده معدلات الحساسيه الصدريه وازمات الربو. تجنب التوتر، وجد ان البكاء نفسه بيخلي الربو يزيد، البكاء هيزود الافرازات التنفسيه والمخاط، خلال البكاء بيبقى في تنفس اكتر من الفم، وده بيدخل هواء بارد والجهاز كمان يفاقم الربو. للاسف برضه في مسار الربو يتحسن عند ثلث الناس الستات في الحوامل، والثلث الثاني ممكن يسوق. يبقى لازم تتابع مع الدكتور كويس وتعمل خطه للسيطره على الربو خلال الحمل. تمام، يعني حضرتك اشرت الى عديد من النقاط المهمه جدا دكتور مجدي، ومنها برضو ان هو الاسباب ربما تختلف من شخص الى اخر، والحساسيه ونوع الحساسيه ايضا بيختلف من شخص الى اخر، وبالتالي احد طرق الوقايه دايما المتابعه مع الطبيب علشان يبقى في زي روشته كده معينه وشخصيه نمشي عليها عشان نتجنب لا قدر الله الاصابه بهذا المرض. الف شكر لحضرتك، جزيل الشكر دكتور مجدي بدران استشاري المناعه على وجودك معنا عبر الهاتف.